السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة ديال الشناك أو بريوش معمر بالكونفيتور وبالفواكه المعسلة. كيجي غزال غزال بزاف، سهل جدا في التحضير، يعني ما عادش نحتاج نورقوه، ولكن في نفس الوقت كيجي رطب جدا وإسفنجي كيف ما كتلاحظوا هنا في هذه الحبة اللي كنفتح لكم. إن شاء الله إذا جربتوه هنا غادي ينال الإعجاب ديالكم. فنخليكم بهالوصفة وفرجة ممتعة. اذا على بركه الله غادي نحتاجو 600 غرام ديال الدقيق، يكون ممتاز دقيق ابيض او الفورص. غادي نحتاجو 3 ديال المعالق ديال الحليب بودره، اذا ما توفرش عندكم انا الشنيك ديالي غادي نعجنوه بالماء، ممكن تعجنوه بالحليب. غادي نحتاج نص كاس ديال السكر، ممكن تضيفو اذا بغيتو حلاوه اكثر او بغيتو يجي حلو اكثر. كنزيد واحد المعلقه صغيره ديال الفاني ولا واحد الساشي ديال السكر منسم بالفانيلا. كنزيد واحد المعلقه متوسطه، انا استعملت هذه المعلقه يعني ماشي كبيره وماشي صغيره، ديال الخميره ديال الخبز بما انه عندي الجو سخون. واحد ساشي ديال الخميره ديال الحلويات ورشه ديال الملح اللي تكون مزيانه، تقريبا واحد ربع ملعقه صغيره. غادي نحتاج ايضا 4 ديال المعالق ديال الزيت النباتيه، معالق يكونوا كبار. كذلك غادي نحتاج واحد الحبه ديال البيض، عندي كذلك جوج معالق كبار ديال الزبده او 35 غرام تقريبا، ما غاديش نضيفها دابا. وغادي نحتاج الماء بطبيعه الحال يكون دافي باش غادي نعجن العجين ديالي. يمكن لكم تستعملوا الحليب بدل الماء اذا ما توفرش عندكم الحليب البودره، انا غادي نستعمل الماء. فكنبقى كنزيد شويه بشويه حتى كنحصل على واحد العجين اللي يكون القوام ديالو لين وكيتلصق بزاف في اليدين. كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام ديال العجين ديالي، كيتلصق بزاف، فكنحاولوا ندلكوه ونرشوا شويه ديال الدقيق اذا احتاجينا. كندلكوه تقريبا واحد 3 ديال الدقائق، كيولي لي على هذا الشكل كيتجمع شويه. هنا كنوزع عليه ديك 30 غرام 35 غرام ديال الزبده او جوج معالق كبار، وكنرجع ندلك العجينه جيدا حتى كتخلي ديك الزبده مزيان معها، وكذلك تتدلك تقريبا واحد 8 ديال الدقائق. كما كتشاهدوا هنايا العجينه ديالي دلكتها جيدا، ولات لينه ومطاطيه بحال هكا وما كتبقاش نهائيا كتلصق. كنخليوها كنوضعوها في شي اناء وكنخليوها حتى كتخمر مزيان ويضاعف الحجم ديالها بحال هكا، وكنحاولوا نخرجوا منها كاع داك الغاز اللي تجمع فيها. كنرش سطح العمل ديالي بشويه ديال الدقيق، وكنقسم العجين على زوج. كناخد اول قسم وكنحاول نطلقو بالدلاك، واذا حسيت بالعجينه ديالي كتلصق كنرش شويه ديال الدقيق. فاش كنطلق العجين جيدا حتى كنحصل على مستطيل بحال هكا، كناخد هنا المربى او الكونفيتور ديال المشماش او اي كونفيتور من الاختيار ديالكم، وكنعمر به او كندهن السطح ديال داك المستطيل جيدا بحال هكا بطبقه اللي تكون خفيفه. ممكن تعمروا العجين ديالكم او الشنيك ديالكم كريم باتيسير، انا صراحه ما كنفضلش كريم باتيسير في المعجنات، فكنستعمل دائما الكونفيتور في بلاصه من الكريم باتيسير. بعد ما كندهن المستطيل جيدا كناخذ هنا الفواكه المعسله وكنرشهم بحال هكا، ممكن ديروا حتى الزبيب غادي يجيكم مزيان. بعد ما وزعت الفواكه المعسله او لي فخوي كونفي كنبدا نلوي هذا المستطيل ديالي ديال العجين، وانا كنجبد حتى كنحصل على رولي بحال هكا. كنحاول انني نقرص داك الطرف ديال العجين باش نسد جيدا، وكنبدا نقطع الشنيك ديالي او البريوش ديالي بشي موس اللي يكون ماضي. كنوضع القطع في اللاطه اللي تكون مدهونه مزيان بالزيت ولا تكون مفرشه بالورق.
هنا كيف ما كتشوفوا عمرت لطه ديالي اللي غادي ندخل الفران، كان بعد ما بيناتهم شويه لانهم كينتفخوا بزاف من بعد ما كيخمروا، وايضا من بعد ما كيطيبوا غادي نخليوهم جانبا في مكان يكون دافي حتى كيخمروا مزيان ضعف الحجم ديالهم. ضروري ضروري باش يجيونا خفاف ضروري يخمروا جيدا للمره الثانيه. كندهنهم الان بالبيض، عفوا بيض اللي زدت عليه شويه ديال الخل او قطرات ديال الخل، ممكن تستعملوا صفار البيض، انا استعملت بيضه كامله. كندهنهم مزيان وصافي، كندخل اللطه ديالي للفران، الفران يكون مسخن من قبل، كنشعلو بطبيعه الحال غير لتحت حتى كيتحمروا ويطيبوا لنا من التحت، وعاد نشعلو ليهم من الفوق باش يتحمروا. من بعد ما كنخرجهم وكيكونوا سخان، كندهنهم شويه بالنباج او الكونفيتور اذا ما توفرش عندكم النباج، وكنرش عليهم شويه ديال الكاوكاو محمر او لي زاموند ايفيلي، وكيكون الشكل ديالهم نهائي بحال هكا، رطبين رطبين جدا وكيجيو ايضا لذاذ. نتمنى ان هذه الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوها اذا عجبتكم. ما تنساوش كيف ما العاده ديروا جيم، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تنساوش كذلك تعليقكم الرائع اللي دائما كتشجعني نعطي المزيد والمزيد. شكرا بزاف للمتابعه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.